ماذا أسمع؟ شخص ما يريد أن يأكل؟ سيأتي الشيف دائماً للإنقاذ؟ لا أحد سوف يطعم حفيدتي طعام لذيذ مثل الجدة. أنا آتية. أختي تريد أن تأكل. سآتي لإنقاذك. أنا جائعة، أريد أن أكل شيئاً لذيذاً. لنبدأ بأشياء بسيطة. حضروا لي بعض البطاطس المقلية. سهل، سيتم الأمر. أريد فقط أن أتعلم الطبخ. بينما يقوم الجميع بتقشير البطاطس، سوف أسكب الزيت. بالمناسبة لا يوجد شيء اسمه الكثير من الزيت. حسناً، الزيت يغلي تقريباً، مما يعني أن الوقت قد حال لصب الشرائح النهائية من البطاطس. لا، قف. أوه، إنه يتناثر. حار، ساعدوني. ماذا تفعل؟ بسببك كان أن يقصفنا الزيت المغلي. يجب سكب الزيت بكل حذر، ثم ستقلى البطاطس بالتساوي. سادام، لا شيء صعب. البطاطس المقلية جاهزة، يبقى فقط إضافة القليل من الصلصة. هذه بطاطس مقلية، لا أظن ذلك. أما أنا سوف أحضر بطاطس مقلية حقيقية. لكن هذا ليس كل شيء. الآن سأقدم طعماً شهياً حقيقياً من البطاطس المقلية. سأحتاج إلى اللحم المقدد وصلصة. وبالطبع إكليل الجبل المعطر. يا لها من رائحة. بالضبط، لن أستسلم حتى الآن. لماذا لا أستخدم البطاطس من المارميلاد؟ يقولون إذا غمسته في شراب الفراولة سيكون ألذ. رائع، سأبدأ بتجربة البطاطس من المنتصف. جدتي، هذا رائع حقا. أوه، لا يمكنني تحمل إكليل الجبل. أنا آسفة أيها الشيف، لكنني لم أحب ذلك. لكنني أقدر الفكرة مع بطاطس المارميلاد. الآن لا أعرف ماذا سأختار. فلتكن أشد. هاي. هذه المرة أكثر صعوبة. عليكم صنع السوشي. سيتم الأمر. أفضل وصفة. شوسي سوشي؟ نعم، ليس لديهم أي فكرة في القرية عن ماهية سوشي. أنا سأصنع هذا الشوسي الذي لن تحلمون به. السوشي العادي ممل جدا. لدي فكرة أخرى، سوشي من الحلويات. وبدلا من الكريمة الحامضة في الحشوة، سيكون هناك كريمة مخفوقة لذيذة بالداخل مع عين لذيذة. جميل. وبالطبع لن أنسى شراب الشوكولاتة. فكرة مثيرة للاهتمام. سيكون السوشي الخاص بي جاهزاً أيضاً قريباً. الشيء الرئيسي أن أكرر بعض الطهي بعناية. ألا لا شيء معقد؟ لا شيء معقد؟ دعونا نرى ما هو السوشي المثير للإشمئزاز التي ستحصلي عليه. أضيف الصلصة. أنا أعرف كيف أفعل ذلك، هكذا. أوه، ماذا يسمى هذا؟ أفوكادو؟ الشيء الرئيسي هو لف كل شيء بالتساوي. أما مع الجدة بالتأكيد لن تنجح. الآن السوشي مثالي. رهيب، لم أكن أعتقد أن الشوسي سيكون قبيحاً. حان الوقت للف السوشي مع سمك السلمون. الشيء الرئيسي هو عدم البخل مع الأسماك. أقطعه إلى قطع عريضة. ولا أنسى صلصة الصويا. السمك تقولي؟ حسناً، سيتم الأمر. جاهزة؟ أتمنى أن يكون لذيذ. واو، مع الشيف بالطبع تبدو السوشي أكثر جاذبية. لا يمكنني وضع هذا الرعب أمام حفيدتي. يجب القيام بشيء ما. لماذا لا أصنع سوشي من الخيار فقط؟ لذيذ وصحي.
ومقزز. لماذا؟ الخيار مناسب جدا مع السوشي. هأحتاج فقط إلى وضع المزيد من الأرز فيه. غير شهي أبدا. انتظر، لم أنتهي بعد. ها الآن انظروا إلى هذا الجمال. ما هذا؟ لم أرى قط سوشي مع الخيار بالأرز. لا، لن أجرب هذا حتى. لكنني سأجرب السوشي الحلو بكل سرور. لذيذ، لكنه غير مشبع على الإطلاق. بقي مرشحاً واحد فقط. ها هو السوشي الحقيقي. الشكل والطعم. سيدتي الشيف، لقد فزت. شكراً، كان ذلك واضحاً. آمل أن يتمكن كل واحد منكم من صنع كعكة الوافل. سمعت أننا بحاجة إلى البدء بالعجينة. لا أعتقد أنها ستكون مشكلة أبداً. أضيف السكر للتحلية. أحركه قليلاً. روعة. والآن أضيف الدقيق. أوه، أعتقد أن شيئاً ما في أنفي. أهي كعكة وافل؟ لا بأس بذلك، نستمر. هذا الدقيق كاف لصنع كعكة وافل لذيذة. أحتاج فقط إلى مزج كل شيء جيدا. الآن يمكن سكب عجينتي النهائية في جهاز تحضير الوافل. ستكون هذه ألذ فطائر في حياة أختي. واو، حصلت على عجينة لذيذة جدا. والأهم من ذلك، بدون قشر بيض. آمل أن تتحول إلى فطيرة محترمة. الجميع أضاف السكر، لكنني أعلم أن السكر مضر، لذلك سأضيف الكوسة بدلا منه. أو ربما سأصنع العجين بالكامل من الكوسة. علي بشرها على مبشرة ناعمة. جاهزة. الآن أضيف البيض والدقيق بالطابع. أخلط كل شيء جيداً وأضيف القليل من الخضروات للطعم. منظره قبيح جداً. لكن هذه العجينة أكثر فائدة من عجينتك. الآن يمكن سكبها في محضر الوافل. ولا أنسى ضبط الوقت حتى لا تحترق الوافل. نعم، ضبط الوقت فكرة جيدة. أي، أنا لم أضبط الوقت وكعكتي محترقة قليلاً. حار، لكن لا بأس، سوف أخفي مظهرها الغير لطيف للغاية مع الكريمة المخفوقة والتوت وشراب الشوكولاتة. تبدو جميلة الآن. وأنا سأسكب شراب القيقب على الفطائر. قطعة من الزبدة لن تكون زائدة أيضاً. كم تبدو جميلة. وأنا سوف أقوم بتزيين فطائر الوافل الصحية بالأعشاب الصحية. لا أطيق الانتظار للتجريب، سأبدأ بهذا. يبدو أنه محروق بطريقة أو بأخرى. لن آكله. وهذا ماذا؟ مقرف، هذه الفطائر منكهة بالأعشاب والكوسة، أكرههم. وهذه تبدو لذيذة كما أحبها تماما. جدتي، لقد ربحت هذه الجولة. هاي، عملت بجد. أخيراً أريد أن أشرب كوباً من القهوة اللذيذة. حسناً، سيتم الأمر. لقد خطرت لي فكرة رائعة. القهوة الساخنة مملة. اليوم سيكون لدينا قهوة باردة، أي فرابوتشينو. أحتاج إلى رمي المزيد من الثلج في وعاء كبير، ثم إلى إضافة شراب الشوكولاتة اللذيذون. بالطبع، يجب ألا ننسى القهوة نفسها.
بالمناسبة إنها من ستاربكس، وكوكتيل الشوكولاتة تويكس لن يكون زائد بالتأكيد. أخفقه قليلاً وأستخدمه بدلاً من الحليب. وأنا ربما سأقوم بإعداد المزيد من القهوة الكلاسيكية. أعلم أن حفيدتي تحبها. حسناً، أعتقد هذا كافٍ. أسكب الكوكتيل هنا، وفي النهاية أحتاج إلى إضافة الكريمة المخفوقة والقليل من الحلوى الشوكولاتية، بسكويت أوريو، قطعة تويكس، وبالطبع يجب ألا ننسى الأنبوب. أوه، أخيراً حان دوري لصنع القهوة. سأصنع قهوة حقيقية بمساعدة الميزان. سأقيس العدد المطلوب من الحبوب. هذا ما أحتاج. الآن سأقوم بطحنهم يدوياً إلى القوام المطلوب. الآن شاهدوا وتعلموا. فقط سأملأ القهوة بالماء المغلي. هل حقاً تحضر القهوة هكذا؟ رائع. الآن أسكب القهوة في الفنجان والحليب. سأخفقه باليد أيضاً. لا أنسى قواعد التقديم. انظروا إلى هذا الجمال. سوف أبدأ بالقهوة من المنتصف. جدتي، أنا دائماً أتعرف على هذه القهوة. لقد حان الوقت للاعتراف بأنني لا أحبها أبداً. الكوب هذا يبدو أكثر جمالاً. لذيذ، لكنه مر بعض الشيء. بقي مرشحاً واحد أخير. هذا حقاً رائع. أخي، لقد ربحت هذه الجولة. نعم، أخيراً. مرحباً بكم في تحدي الرسم. ستذهب نافورة الشوكولاتة إلى الشخص الذي يرسمها بشكل أفضل. نحن نتفق تماماً. بما أن الجميع يتفقون، فقد حان وقت البدء. لكن ضعوا في اعتباركم، يجب أن ترسموا بدون أيدي. هذه قاعدة إلزامية. إذا كان كل شيء واضح، فإذاً لديكم دقيقة. انطلقوا. أنا متأكدة بالفعل من أن النصر سيكون في جيبي. لماذا أتنافس مع هؤلاء غير الكفؤين؟ انظروا من يتكلم. شيء ما يخبرني أنني سأحصل على نافورة الشوكولاتة. أمر رائع أن أرسم. كلا، هي ملكي. صحيح، حتى الآن لا يعجبني ما اتضح. ربما أحتاج إلى بعض التكنيك. أعتقد أنه سيكون أكثر ملائمة الرسم بقلم الفلوماستر. بالضبط، قلم الفلوماستر. أريد أيضاً أن أرسم به. نعم، لا يمكنك حتى فتح القلم. ليس مضحكاً. ماذا علي أن أفعل؟ على وعلى ذلك، لدى الآخرين رسومات رائعة. لا بأس، إذا لم أتمكن من الرسم بشكل جيد فأنا بحاجة إلى إفساد روائعهم. الريشة ستساعدني. ماذا فعلت؟ بسببك خرب الرسم كله. حظ سيء. لماذا تضحكي؟ يمكنني أن أفسد خاصتك أيضاً. وأيضاً أستطيع إفساد الرسم الخاص بك. لتعرفي كيف تضحكي على سامانثا؟ لا، هذا يكفي. لماذا أنت سعيدة يا تشيلسي؟ سوف أفسد رسومك. لا، من فضلك. يا فتيات، انتهى وقتكم. أعرضوا رسومكم. أخيراً. اللعنة، لم يكن لدي الوقت لإفساد رسم تشيلسي. لنرى ما تمكنتم منه. ماري، ما هذا؟ إنها لا تشبه النافورة، وكأنها لطخة. سامانثا، رسمك ليس جيداً أيضاً. لماذا لم تحاولي بجد؟ ما رأيك برسمي؟ حسناً، إنه أفضل من الآخرين، لكنني رأيت أجمل. نظراً لأن الآخرين ما زالوا أسوأ، تفوز تشيلسي اليوم. هاي، بذلت قصارى جهدي، أستحق الجائزة. هل تعتقدي أنك وحدك تستطيعين شرب الشوكولاتة؟
أنت مخطئة، يمكننا ذلك أيضا. لدينا قشة خصيصا لهذا الغرض. كم هو لذيذ. مهلا، أين الشوكولاتة؟ أنت صديقتنا لذلك شاركت معنا. لصوص، هل أنتم جاهزون للجولة القادمة؟ هذه المرة ستكون جائزتكم أكثر روعة. انظروا إلى هذا الكلب اللطيف. لطيف جدا. لقد أكل كثيرا وذهب إلى المرحاض، وستكون جائزتكم هذا الغائط اللطيف. من يرسم بشكل أفضل يحصل عليه. حظا سعيدا، لقد بدأ الوقت. لا أريد غائط، أحتاج فقط إلى رسم شيء ما، ولكن ليس غائط. علي أن أفعل أسوأ رسم في حياتي. بالضبط، لا يوجد أسوأ من الرسم بقدمي. أعتذر عن الرائحة. ما هذا؟ هل بدأت الحرب الكيميائية؟ من أين تأتي هذه الرائحة الكريهة؟ إنها فقط رجلي الصغيرة. سوف يرسم الجميع بالتأكيد شيئاً رائعاً، وسأقوم فقط بتلطيخ الورقة بقلم فلوماستر. لن يكتشفوني بهذه الطريقة. ليس علي الحصول على قطعة من القرف. اللعنة، لقد فقدت قلمي البني. أنا بحاجة إلى بديل. كل شيء يسقط من يدي، علي أن أكون أكثر حذراً. أتساءل ماذا رسم الآخرين؟ لقد وصل الوقت إلى نهايته، أظهروا رسومكم. انتهى الوقت. هاي، أنا جاهزة لعرض رسومي. تشيلسي، كنت أتوقع منك المزيد. واو سامانثا، أنت ذكية، لديك رسم رائع. ماري، لماذا تنامين؟ أنا لست نائمة، هذا هو الرسم الخاص بي. أوه، هذا حقا غائط حقيقي. إذن أنت من سيحصل على الجائزة، فلنهنئ ماري. بوراس، حماقة. حسب القواعد عليك أن تأكليه. نعم، لكن ماذا لو كان مجرد شوكولاتة؟ فو، إنها تأكل قطعة بوراس حقيقية. أنت نفسك المقرفة، هذه عجينة شوكولاتة معتادة، أتريد أن تجربي؟ يا فتيات، هل أنتم مستعدون للمعركة القادمة؟ هذه المرة سوف تتقاتلون من أجل هذه الهرة اللطيفة. كم هي صغيرة ورقيقة جدا. إذا قمتم برسمها بشكل رائع فهي لكم. هذه المرة سوف تحتاجون إلى الرسم باستخدام الطباشير الملون على وجهكم. لا يسعني إلا أن أتمنى لكم الحظ، لقد بدأ الوقت. في الواقع لماذا أرسم شيئا على الورق إذا كنت أشبه كثيرا بقطة لطيفة؟ أحتاج فقط إلى إضافة بعض التفاصيل على الوجه. لقد انتهيت. أنا أيضا أبدو مثل القطة. مياو، سأضع بعض الألوان. يمكنكم أن تعانوا بقدر ما تشاءون، لكنني الوحيدة التي أفكر في الحصول على مرآة. بدونها بالتأكيد لن أرسم أي شيء عادي. على وعلى ذلك فإن المرآة ليست ضد القواعد. النصر بالتأكيد في جيبي. لا تستطيع تشيلسي الرسم على الإطلاق. وماري، واو رائع. استخدام المرآة مخالف للقواعد، ألا تخجلين؟ انظري إلى تشيلسي، هل تري هذه الوقاحة؟ نعم، ليس هذا. علينا أن نعلم ماري درسا، دعينا نغسل مكياجها. ماري، هل أنت مستعدة للاستحمام؟ خذي هذا. لا، ماذا فعلتي؟ لم يعد بإمكاني الحصول على القطة كهدية. بالضبط، إذا كانت سامانثا رائعة أيضاً فلن أحصل على القطة. أنا بحاجة لإفساد مكياجها. سامانثا، ألوانك ملطخة. أين؟ أخبريني، سأصلحها. من الأفضل أن أساعدك، الأمر ليس صعباً لي. الآن هذا رائع، شكرا جزيلا. يا فتيات، أظهروا وجوهكم، دعونا نرى رسومكم. ماري، لم تحاولي حتى. لا يمكننا عرض ذلك للقط، مرعب. سامانثا، هل رأيت من قبل كيف تبدو القطة؟ ما علاقة القرصان به؟ قرصان؟ أي قرصان؟ تشيلسي، لقد علمتك درسا، لكن المضيف الآن سيقدر مكياجي. أجل، علينا التخلي عن الفوز لتشيلسي هذه المرة، لأن الباقي أسوأ بكثير. هاي،
الآن هذه الصغيرة لي. يبدو أن حساسية القطط قد عادت. القطة بأيد أمينة معي ومع ميري. لا، إنه ملكي. هل رأيت نفسك من قبل؟ عالجي نفسك أولاً وبعد ذلك سنعطيك القطة. نظراً لأن الجائزة الأخيرة كانت رائعة جداً، فقد لا تعجبكم هذه الجائزة. ستقاتلون من أجل السمكة. علاوة على ذلك، هذه المرة سوف تضطرون إلى رسم بصلصات مختلفة. سيكون الأمر أصعب، لكن يمكنكم التعامل معه. لقد بدأ الوقت. بالتأكيد كل شيء سيكون رائعاً. الرسم بالصلصات ليس ممتعاً فحسب، بل لذيذاً أيضاً. ماذا تفعلي؟ اترك القمامة معك. أنا آسفة، لم أقصد ذلك. حسناً، أنا لست مستاءة. يجب أن يكون من الممتع أن أرسم بالصلصات. هم مشرقون جداً. تبدو رائعة حقاً. اتضح أن الكاتشب ليس لوناً سيئاً. أعتقد أن صلصة الجبن مشرقة جداً أيضاً. سأتمكن من عمل رسم رائع به أيضاً. انتهت بسرعة، لكن لا يهم، تبدو جداً مشرقة وجميلة. لذلك فإن أي صلصة ستساعدني في الرسم. واو، لم أكن أعتقد أبداً أن الرسم بالصلصات أمر مثير للغاية. واو، اللعنة، الجميع يرسم بشكل رائع جداً. أنا بحاجة إلى الإسراع أيضاً. أنا أيضاً أريد رسماً جميل. حسناً، رائحة الصلصات جيدة حقاً. من المحتمل أن يكون مذاقهم جيداً أيضاً. كم هو لذيذ. لماذا أرسم إذا كانت الصلصات نفسها رائعة جداً؟ حقاً، تبدين غريبة جداً. إنه رائع ولذيذ جداً. أوافقك، إنه الأكثر روعة. صناديق غبية. اللعنة، لقد خربت رسومي بالكامل. كيف يمكن؟ قمامة غبية. اللعنة، لقد أكلت كل الصلصات. ليس لدي أي شيء لأرسم به على الإطلاق. لكن لا مشكلة، يمكنني فقط سرقة الرسم من سماثة. لقد حان الوقت، أظهروا رسومكم. حسناً، الآن سأخذ رسماً جيداً لنفسي. يا ماري، من الواضح أن اليوم ليس يومك. الرسم، لكنني أحب تشيلسي أكثر. أحسنتِ. سماثة، ماذا فعلتِ؟ هل ظننتِ إذا جلستِ ولم تفعلي شيء فلن تحصلين على السمك؟ ليس كذلك. تهانينا، سماثة من ستحصل على الأسماك. أوبس. كل هذا بسبب تشيلسي. لن آكل الكثير من الأسماك النيئة. فكرة، لماذا أكل السمك النيئ إذا كان بإمكاني طهيه؟ هذه فكرة عظيمة. ليس من أجلي لا شيء، أحمل الموقد دائما بجواري. تشيلسي، أنا آسفة، يبدو أن النار قد أصابتك. نعم، وهذا يليق بك. بمساعدة الموقد يمكننا تحويل السمكة القبيحة إلى طعام شهي، ومن السهل جدا القيام بذلك. هذا كل شيء، تمنوا لي شهية طيبة. اشتركوا في قناة دردة، دائما ما يكون هناك الكثير من المرح. والآن إلى اللقاء.